أي إنسان يأتي لإدلاء بحقه في التصويت يدخل المكتب فهو مواطن جزائري، فهو مواطن جزائري يدلي بحقه. الكيفية التي يعبر بها تحسب له أو تحسب عليه، ولكن ما نكونش باش نعملوا يعني حراسة مشددة على كل ناخب يدخل الصوت، قال تاك شفت لليمين شفت لليسار، شفت لليمين وشفت لليسار. لا، هل هذاك كان موقف اللي شرت لي انت، هل اثر على ادلاء باقي الناخبين بصوتهم؟ لا، لا مفعول له، ويبقى مجرد يعني تصرف فردي لا يحسب لا على السلطة ولا على مؤطري المكتب، لأنها أنت شفت هذا من قبل ناخبة، لأنها في 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 وظيفة كذا تطلب منها يعني اللخص يعني هفوات البسطاء جرائم الأمراء، هفوات البسطاء جرائم الأمراء. هذا واش كنت ندرس للقضاة لما كنت ادرس في المدرسة العليا للقضاء. اليوم راك طالب تتصرف بطريقة غدوة تصبح قاضي، نفس التصرف يحسب عليك كجريمة. وبالتالي ما نظنش يعني من الحكمة بمكان يا سي حجي أن تهتم، أنت أعرفك وأعرف خصالك، أن تهتم بمثل هذه الأمور.